ودخل المسلمون بجيادهم إلى طيسفون أو ما تعرف بالمدائن، عاصمة الدولة الساسانية وأعظم حواضر بلاد فارس، فوجدوها مدينة أشباح خالية من البشر تماما بعد أن فر منها آخر ملوك فارس كسرى يزدجرد الثالث، تاركا عرشه وتاجه وجواهر وذهب ونفائسه لا تقدر بثمن. ولتنتهي بذلك وإلى الأبد الإمبراطورية الساسانية الفارسية، أعظم إمبراطوريات الشرق وأقواها نفوذا بعد أكثر من 400 عام على نشأتها. سقطت طيسفون العاصمة في يوم واحد وبدون مقاومة، وتحولت فارس بعدها إلى مجرد دويلات وحصون تتساقط الواحدة تلو الأخرى على يد المسلمين، وصار أمراؤها ومرازبتها بين مشهر إسلامه أو دافع بالجزية للمسلمين، فيما لاذ آخر أكاسرتها بالفرار وصار شريدا مطاردا حتى مقتله بعد ذلك بسنوات على يد طحان في مدينة مر. هنا سنتطرق إلى بداية المواجهة بين الطرفين، إمبراطورية فارس الساسانية العتيدة من جهة ودولة الإسلام الفتية من جهة أخرى، وسنبدأ بظهور علامات الأفول والضعف لدى الفرس، ثم الحملة العسكرية الأولى بقيادة خالد بن الوليد حتى عزله عن حرب العراق، ثم الحملة العسكرية الثانية بقيادة أبو عبيد الثقفي والتي انتهت بهزيمة كبيرة للمسلمين، ثم الحملة العسكرية الأخيرة والحاسمة بقيادة سعد بن أبي وقاص، وسنسلط الضوء فيها على آخر يوم من عمر الإمبراطورية الفارسية، يوم دخول المسلمين إلى طيسفون واستحواذهم على غنائم لم يروا مثلها في التاريخ. بدأت علامات أفول وضعف الإمبراطورية الساسانية بانقلاب شيرويه قباد الثاني على أبيه كسرى الثاني خسرو أبراويز فيما بين السنتين السادسة إلى السابعة للهجرة، أي على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل فتح مكة. وكسرى الثاني خسرو أبراويز، والذي جسد دوره في فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد، هو يتسلم رسالة من النبي محمد يدعوه فيها إلى الإسلام فيرد بجفوة ويمزق الرسالة: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع. كسرى هذا كان آخر الملوك العظماء الأقوياء في بلاد فارس، الملك الذي كان يخشاه العرب في الجزيرة العربية لسطوته وجبروته وعظم نفوذه، ويصطفون عند بابه لنيل الرضا والقبول. وبإزاحة كسرى الثاني هذا على يد ابنه شيرويه وإعدامه بعد أيام، انتهت وإلى الأبد إيقونة القوة والعظمة الفارسية، لتبدأ مع شيرويه مرحلة طويلة من الصراعات الداخلية والاقتتال بين زعامات فارس، دشنها شيرويه نفسه بإعدام جميع إخوته وأبنائهم الأمراء حتى لا ينافسه أحد على الملك، باستثناء واحد نجا من تلك المجزرة، هو ابن أخيه يزدجرد الثالث، وكان طفلا صغيرا هربته مرضعته سرا إلى أخواله. وتوالت الانقلابات وحروب التمرد في الإمبراطورية الساسانية بعد ذلك، فما استقر الأمر لإمبراطور منهم إلا لبضعة أشهر، لينتهي مصيره بعد ذلك بين مخلوع أو مقتول، وذهبت بذلك هيبة الأكاسرة ودب الضعف في ملكهم. وبالتزامن مع تدهور إدارة الدولة في بلاد فارس، كانت دولة الإسلام تشق طريقها وتثبت أركانها في الجزيرة العربية، إذ فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة، وبسط نفوذ دولة الإسلام على معظم أرض الجزيرة العربية باستثناء العراق الذي كان تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية، والشام التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية الرومانية. ثم خلفه أبو بكر، والذي نجح بالقضاء على كل حركات التمرد والردة، وعزز سلطة المدينة المنورة كقائد لجميع قبائل الجزيرة العربية. وفي تلك المرحلة الفاصلة، وبينما كانت الإمبراطورية الساسانية تعاني الضعف والوهن والانشقاقات، وفيما تنتشي الدولة الإسلامية بانتصاراتها وتوسع نفوذها، جاءت اللحظة الفارقة حين وجه الخليفة أبو بكر جيوش المسلمين لأول مواجهة مباشرة في التاريخ مع الفرس الساسانيين.
وكانت أولى الحملات العسكرية للمسلمين ضد الفرس بقيادة خالد بن الوليد في السنة 12 للهجرة على أرض العراق، حيث مركز القيادة والقرار لبلاد ساسان ومعقل الفرس، ليمخرها خالد مخرا ولتسقط المدن بيديه الواحدة تلو الأخرى بيسر وسهولة، في نتيجة طبيعية لمنازلة طرفها المسلمون المنتشون بانتصاراتهم في حروب الردة، المعتقدون بأجر الجنة وثواب الآخرة من جهة، مقابل جيوش فارس المشتتة المهزومة بسبب خلافات القادة وضعف الأكاسرة في المدائن من جهة أخرى. وحقق خالد انتصارات ومكاسب على الأرض بدءا من معركة ذات السلاسل أو معركة كالمة، ومرورا بمعارك المدار والولجة وأوليس وأمغيشيا والحيرة، وكلها معارك حسمت للمسلمين وذبح فيها الآلاف والآلاف من جنود فارس وحلفائهم من العرب والمسيحيين. ورغم كل تلك المكاسب إلا أن طيسفون عاصمة فارس بقيت صامدة يحكمها الأكاسرة رغم الخلافات. وحينها كتب خالد بن الوليد رسالتين إلى قادة الفرس، الأولى إلى ملوكهم قال فيها: أما بعد، فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم، ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرا لكم، فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. كما كتب رسالة أخرى إلى مرازبة فارس أي القادة العسكريين الكبار، قال لهم فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، أما بعد فأسلموا تسلموا، وإلا فاعتقدوا من الذمة وأدوا الجزية، وإلا جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر. ولعل إرسال الرسالتين من خالد في ذلك التوقيت تحديدا بعد تحقيق تلك المكاسب على الأرض وتصاعد التوترات في فارس كان الهدف منه زعزعة الروح المعنوية لقادة فارس وتثبيط عزائمهم. وينقل الطبري بأن أهل فارس والذين وصلتهم الرسائل بالتزامن مع موت كسرى آخر من أكاسرتهم وهو أردشير الثالث، ورغم تأجج الخلافات الداخلية على تنصيب كسرى جديد، إلا أنهم كانوا مجتمعين متساندين على أمر واحد، وهو ضرورة الوقوف بوجه خالد بن الوليد وجيشه وردعه واستعادة البلاد التي سيطر عليها. ثم غزا خالد بن الوليد بعد عام من الإقامة بالحيرة، غزا الأنبار في معركة سميت بذات العيون لكثرة ما فقئ فيها من عيون، ثم كانت وقعة عين التمر ثم دومة الجندل. وهنا هم خالد أن يعبر إلى طيسفون المدائن عاصمة الساسانيين وأن يسقط حكمهم كليا، لكنه كره أن يفعل ذلك بغير إذن من أبي بكر، كما أن هجمات للفرس والعرب النصارى في الحصيد والمضيح شغلته عن التوجه للمدائن. فتوجه خالد بعد ذلك إلى وقعة الفراض وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة، فأقام هناك شهر رمضان مفطرا لانشغاله بحرب الأعداء. ثم طرأ بعد ذلك ما غير معادلة الحرب في العراق ضد الساسانيين، وذلك أن خالد بن الوليد وبعد واقعة الفراض توجه إلى الحج في مكة سرا، ثم عاد إلى الحيرة في العراق دون أن يخبر الخليفة أبا بكر. فلما علم الخليفة بذلك عتب عليه وعاقبه بأن صرفه عن غزو العراق ووجهه إلى غزو الشام. وبانصراف خالد إلى الشام في مطلع السنة 13 للهجرة تحولت جيوش المسلمين إلى حرب الروم، وهدأت الحرب في العراق. وفي تلك السنة حاول الفرس استثمار غياب خالد بن الوليد عن العراق بالعمل على استعادة الأرض التي خسروها، فأرسل ملك الفرس حينها شهريار بن أزدشير جيشا من 10,000 مقاتل لحرب المثنى بن حارث الشيباني نائب خالد بن الوليد على العراق. وكتب شهريار إلى المثنى: إني قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس، إنما هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا بهم. فرد عليه المثنى برسالة قال فيها: من المثنى إلى شهريار: إنما أنت أحد رجلين، إما باغ فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك، وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. فجزع أهل فارس من هذه الرسالة ولاموا شهريار، والتقت جمعان في
بابل وانتصر المسلمون هناك وغنموا منهم مالا عظيما. لكن الفرس لم يتوقفوا وكثفوا نشاطهم لطرد المسلمين من مدن العراق، وصاروا يحرضون أهل المدن الخاضعة لجيوش المسلمين على الثورة عليهم ويطمعونهم بالمناصب والمغانم. وقرأ المثنى تحركات الفرس تلك وتوجه إلى المدينة المنورة لطلب الدعم مجددا في مواجهة الفرس، فوجد الخليفة أبا بكر في مرضه الأخير، إلا أن عمر استجاب لطلب المثنى وقدر هواجسه، فكان أول إجراء اتخذه بعد وفاة أبي بكر وتوليه هو الخلافة أن ندب الناس لحرب الفرس، فلم يستجب له أحد في أول يوم، لأن الناس كانت تكره حرب الفرس لقوة سطوة وشدة قتالهم كما يقول ابن كثير. ثم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يستجب أحد. ثم تكلم المثنى بن حارثة فأحسن وذكرهم بانتصارات خالد بن الوليد في أرض العراق وما يمكن أن يغنموا به هناك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد. وحينها بدأ الناس بالتطوع حتى بلغ عددهم 7000 رجل، وأمر عمر عليهم أبو عبيدة بن مسعود الثقفي لأنه كان أول المتطوعين، ثم دعمهم 10000 آخرين من أهل العراق الذين سبق وأن توجهوا للشام مع خالد بن الوليد. وفي المقابل فإن فارس فوضت رستم بن فرخزاد على أمر الحرب، وكان رستم هذا منجما يعرف النجوم وعلمها جيدا ورجلا نافذا متسلطا في دولة فارس وقائدا عسكريا محنكا فيهم، وقد استعانت به ملكة الفرس حينها بوران وسلمته قيادة الحرب في فارس وليس فوقه أحد. وتحرك جيش المسلمين بقيادة أبو عبيد الثقفي في الحملة العسكرية الثانية ضد بلاد فارس، وقد تمكنوا في بدايتها من دحر الفرس في معركة النمارق، ثم هزموهم مرة أخرى في موقعة كسكرة والساقية، بيد أن المسلمين تعرضوا بعد ذلك لأكبر هزيمة لهم على أرض العراق، وذلك في معركة الجسر أو ما تعرف بمعركة القرقس أو معركة المروحة عند نهر الفرات، حيث انتصر الفرس هناك وقتل قائد جيوش المسلمين أبو عبيد الثقفي حين داسه أحد الفيلة حتى الموت، وقتل الآلاف من المسلمين وغرق منهم نحو 4000، وفر آخرون إلى الصحراء، وقيل أن منهم من فر إلى المدينة المنورة مذعورا. ورغم تحقيق تلك المكاسب للفرس على الأرض وانكسار المسلمين في معركة الجسر، إلا أن الخلافات عادت مجددا في فارس بين رستم وقائد عسكري آخر يدعى الفيروزان، حتى قال أهل فارس لرستم والفيروزان: ما تنتظرون والله إلا أن ينزل بنا ونهلك، والله ما جر هذا الوهن علينا غيركم يا معشر القواد، لقد فرقتم بين أهل فارس وفضتموهم عن عدوهم، والله لولا أن في قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم القتل الساعة، ولئن لم تنتهوا لنهلكنكم ثم نهلك، وقد اشتفينا منكم، وذلك نقلا عن الطبري. وهنا اقترح رستم والفيروزان على ملكة فارس حينها بوران البحث عن إيقونة توحد الفرس وتجمع كلمتهم، البحث عن كسرى جديد تقف خلفه الأمة بأسرها. كان بحثهم بالتحديد عن أي ناج من أبناء كسرى الثاني، كسرى العظيم الذي ذهب مجد فارس بذهابه، وهم يعلمون أن شرويه ذبح جميع أخوته أبناء كسرى الثاني ولم يتبقى منهم أحد، إلا أنهم كانوا يأملون بالعثور على أي ناج من تلك المجزرة. فجمعت نساء كسرى الثاني وجواريه من كل فج ومن كل بقعة، فمن كان لها ولد من كسرى الثاني ملكوه عليهم، والنساء تنكر، حتى توصلوا بالفعل إلى الناج الوحيد الذي هرغته مرضعته إلى أخواله، وهو يزدجرد الثالث، وهو حفيد كسرى الثاني، وقد نجا من الذبح على يد عمه شرويه، وكان حين توصلوا إليه في 21 من العمر، وقيل في 15 من العمر، كما أن رواة آخرين سردوا قصصا مختلفة عن الطريقة التي وصل بها يزدجرد الثالث إلى الحكم، فجيء به ونصبوه ملكا على فارس بعد أن عزلوا بوران، ولا يعلمون حين نصبوه أنه سيكون آخر ملك فعلي للإمبراطورية الساسانية الفارسية. واطمأنت فارس واستوثقت بالملك الجديد، وتبارى الرؤساء في طاعته، وقويت شوكته، وانقلب العرب في العراق على المسلمين في المناطق التي سيطروا عليها، وأعلنوا ولاءهم مجددا لملك فارس، ما دفع مثنى بن حارثة إلى التراجع إلى ذي قار، وانسحبت بقية جيوش المسلمين إلى مناطق
قريبة من البصرة. في المقابل فأن الخليفة عمر بن الخطاب حين رأى الأمور تتأزم في العراق ووصلته أخبار ملك فارس الجديد ونقض أهل الذمة بالعراق عهودهم وانقلابهم لصالح فارس وطردهم لعمال الخلافة الإسلامية، أعلن ما يشبه حالة النفير وأرسل الرسل إلى عماله على الكور والقبائل ألا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إلي والعجل العجل. يقول الطبري إن عمر بعد أن حشد الجيش في مطلع السنة 14 للهجرة كان ينوي أن يقود الحمل بنفسه، وخرج معهم إلى ماء يقال له صرار وعسكر بهم عازما على غزو العراق بنفسه، ولكن أصحابه نصحوه بألا يفعل وقالوا له إنا نخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض، وإنا نرى أن تبعث رجلا وترجع أنت للمدينة. اقترحوا عليه أن يولي أحد أصحاب الرسول على الجيش، فقال عمر فمن ترى نبعث إلى العراق؟ فقالوا له ليس لك غير الأسد عاديا. فقال من؟ قالوا سعد بن أبي وقاص، فأرسل إليه فأمره على حرب العراق، وصار عديد الجند تحت سعد بالمجمل أكثر من 30,000 شخص، بينهم من خرج مع سعد من المدينة وبينهم من انضم إليه من جيوش المسلمين في العراق. وانطلق جيش المسلمين بقيادة سعد في الحملة العسكرية الجديدة، وعند وصوله إلى نهر زرود ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارثة إلا اليسير، مات المثنى بسبب مضاعفات جرح أصابه في معركة الجسر. وحين وصل سعد ترحم عليه وتزوج أرملته سلمى، وانتهت إليه رئاسة الجيوش في العراق وأمرتها، ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب إلا تحت أمرته. وأرسل عمر بن الخطاب إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية لأنها كانت باب فارس في الجاهلية، وكتب إليه فإذا لقيت عدوك ومنحك الله أدبارهم فإنه قد ألقي في روعي أنكم ستهزمونهم، فلا تشكن في ذلك، فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله. وتلك كانت أول إشارة لأهمية دخول المدائن كونها مركز الحكم والقرار لإمبراطورية فارس، وإنه بسقوطها تسقط دولتهم. وفي المقابل أرسل كسرى يزد جرد الثالث قائده العسكري المرموق رستم لمواجهة المسلمين، وتحرك بالفعل بالخيول والفيلة وعسكر بساباطة، وقدر عديد جيشه حينها 80,000 وقيل 120,000 ومعه 33 فيلا. وأرسل سعد طائفة من أصحابه إلى كسرى في المدائن قبل المواجهة يدعونه إلى الإسلام، ودخلوا عليه بملابسهم الرثة والنعال في أرجلهم وخلفهم خيولهم الهزيلة، وصار الناس هناك ينظرون لهم باستغراب كيف لمثل هؤلاء أن يقهروا جيوش فارس المعروفة بعدتها وعديدها. وقال لهم كسرى، وكان يصفه الرواة متكبرا قليل الأدب، قال لهم ما الذي أقدمكم هذه البلاد؟ أظننتم أن لما تشاغل قلنا بأنفسنا اشترأتم علينا؟ فردوا عليه بالحديث عن الإسلام ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومما قالوا له نحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين الإسلام، حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فالمناجزة، وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم، وإن أتيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. فرد يزد جرد إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم، لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا، وإن كانت جهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فرد عليه المغيرة بن شعبة وهو أحد أعضاء الوفد مقرا بحال العرب قبل الإسلام، ثم منوها بما جاء به النبي وكيف غير حالهم إلى أفضل مما كانوا عليه، فغضب كسرى وقال أتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء، وقال لهم ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه إني مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسي وينكل به وبكم من بعده. فحمل الوفد التراب واستبشر المسلمون خيرا بذلك وعدوه علامة على الفوز بأرض فارس وترابها.
واندلعت معركة القادسية بين الجيشين، وذلك في السنة 14 للهجرة، وكانت أكبر عملية عسكرية بينهما على أرض العراق على الإطلاق. وكان سعد بن أبي وقاص مصاب حينها بعرق النساء ودمامل على جسده، فهو لا يستطيع الركوب، وإنما بقي في قصره مطلا متكئا على صدره فوق وساده، وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمره. واستمرت المعركة 4 أيام يتجاذبها الطرفان. سمي أول يوم بيوم أرماث، واليوم الثاني يوم أغواث، واليوم الثالث يوم عماس، واليوم الرابع والحاسم هو يوم القادسية. وحسمت المعركة بنصر المسلمين وهزيمة الفرس ومقتل رستم، وحصد المسلمون فيها غنائم كبيرة. ويرى المؤرخون أن النصر في القادسية كان البداية الحقيقية لانهيار إمبراطورية فارس. وينقل ابن كثير عن سيف بن عمر عن شيوخه أن العرب من العذيب إلى عدن أبين كانوا يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها، حتى أن جميع مدن العراق التي انقلبت على المسلمين بعد ذهاب خالد إلى الشام عادت إلى الإسلام حين عرفت بنصر المسلمين في القادسية، وادعوا بأن الفرس أجبروهم على نقض العهود. وانشغل المسلمون بعد نصر القادسية لأكثر من عام بملاحقة فلول الفرس وإعداد الجيوش تمهيدا للمنازلة الكبرى لدخول عاصمة الإمبراطورية الفارسية طيسفون أو المدائن. ووصل الجيش بقيادة سعد بن أبي وقاص إلى مدينة نهرشير، واستولى عليها بعد حصار طويل ليفر أهلها جميعا بما يملكون إلى طيسفون عبر نهر دجلة. وهنا قرر سعد اقتحام عاصمة الدولة الساسانية الفارسية طيسفون المدائن، وهي المرة الأولى التي تهدد بها عاصمة الفرس وحاضرتهم الأولى. ولم يكن من عائق بين جيش المسلمين وطيسفون سوى نهر دجلة، ولم يجد سعد سفنا تنقل جنوده وخيولهم إلى الجانب الآخر من النهر بعد أن فر بها أهل نهر شير إلى الجانب الآخر. وصادف أن كانت مياه دجلة في زيادة كبيرة، ووصلت الأخبار إلى سعد بأن كسرى يزدجرد كان ينوي الفرار من طيسفون بعد أن يأخذ الأموال والأمتعة ويتوجه بها إلى مدينة حلوان القريبة من مدينة سربيل زهاب الإيرانية حاليا، وإنه إن لم يدركه قبل 3 أيام فقد فات الفوت وتفارط الأمر. وكان سعد مصمما على قتل كسرى فضلا عن الدخول إلى طيسفون، ولذلك جمع جنوده عند نهر دجلة وقرر أن يعبره بالخيول، وقال لهم إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا في سفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. ووجه سعد مجموعة من 600 فارس للعبور قبل الجيش وتأمين الجانب الآخر قبل أن يعبر الجيش كله بالخيول، وعبروا بالفعل واشتبكوا مع مجموعة من الفرس على الجانب الآخر، وسرعان ما هزموهم، ثم توالى عبور جيش المسلمين فرقة تلو فرقة، وما أن اكتمل وصول الجيش إلى الجانب الآخر حتى توجهوا من فورهم إلى طيسفون. وكان أول من دخلها كتيبة الأهوال ثم كتيبة الخرساء، فصاروا يتجولون في شوارعها فلا يجدون أحدا، وكأن المدينة مدينة أشباح باستثناء بعض الجند المتحصنين في القصر الأبيض. فحاصر المسلمون القصر 3 أيام حتى استسلم من في داخله، ودخله سعد بن أبي وقاص واتخذ الإيوان مصلى. وكان كسرى قد فر بأهله وما قدر عليه من الأموال والأمتعة، وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والمقتنيات التي لا يدرى قيمتها. ويقول ابن كثير في كتاب البداية والنهاية إنه كان في خزانة كسرى لوحدها 3 تريليونات دينار، أخذ منها الجند ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه، وهو مقدار النصف من ذلك، كما عثروا على كنز عظيم من كنوز الأكاسرة الأوائل من أموال عظيمة وحواصل باهرة وتحف نادرة، حتى قيل أن ما جمع هناك لم يرى أحد في الدنيا أعجب منه. وأرسل سعد السرايا في أثر كسرى ولحقوا بعدد من أتباعه وسلبوا منهم ملابس كسرى وتاجه وحليه، وقيل أن تاج كسرى كان مكللا بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار.
الأنصار، وكان يعلق بسلاسل الذهب لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، كما عثر في القصر الأبيض على سيف كسرى وسواره وقبائه وبساط إيوانه، بينما كان بساطه مربعا طول ضلعه 60 ذراعا، وكان منسوجا بالذهب واللآلئ والجواهر الثمينة، وفيه صور لممالك كسرى ببلادها وأنهارها وقلاعها وأقاليمها وكنوزها وأشجارها. ويقول أن قادة الفرس لم يقدروا على حمل كل ما لديهم من أموال وذهب لكثرتها، فكان المسلمون يدخلون بعض الدور فيجدونها مليئة إلى أعلاها بأواني الذهب والفضة. وأرسل سعد 5 الغنائم إلى المدينة المنورة، وكان بينها بساط كسرى وملابسه، ليرى الخليفة عمر والمسلمين ما كان عليه حال الفرس. وحين وزع عمر الغنائم على المسلمين في المدينة المنورة، كان من بين حصة علي بن أبي طالب قطعة من البساط، فباعها 20,000، وقيل أنها كانت من أبسط القطع، ما يعكس قيمة البساط بأكمله. كما أن عمر أعطى سراقة بن مالك بن جعشم سواري كسرى بن هرمز، فجعلهما في يده، فبلغا منكبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد لله، سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعشم، إعرابي من بني مدلج. ثم أخذهما منه فباعهما وقسم أموالهما مع بقية الغنائم.